الاوبتوريتور ارتري طبعا ده برانش من الانترنا الياك ارتري، ده بيبقى موجود في البلفس، بيخرج من الاوبتوريتور فورة من هنا مع الاوبتوريتور نيرف. طبعا دي ده البيوبيك بون، وادي الاوبتوريتور ممبرين، وهنا ده الاوبتوريتور فورامن، وخرج الارتري اللي اسمه الاوبتوريتور ارتري. اول ما بيطلع الاوبتوريتور ارتري بيديني انتيرور برانش وبوستيرور برانش. الانتيرور برانش والبوستيرور برانش بيلفوا حوالين المارجن بتاع الاوبتوريتور ايه فورامن، وبعدين زي ما احنا شايفين بيبتدي يدي الارتري ده، يدي للماسلز اوف ذا ميديال سايد اوف ذا ساي، يعني سواء الانتيرور برانش او البوستيرور برانش بيدي برانشز distributed to the muscles of the medial side of the thigh. لكن ده ما يمنعش انه بيطلع artery اهو اسمه مهم جدا جدا، الارتري ده اسمه acetabular branch. الacetabular branch بيروح للهيب جوينت، وده بيوصل عن طريق الليجامنتوم تيريز او الليجامنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر، يدي بلاد سبلاي للهيد اوف ذا فيمر. يبقى ده الاستابولار برانش، ده الانتيرو برانش، وهنا البوستيرو برانش، وده الايه الارتري اللي هو الاوبتريتور ارتري. ده اللي هو برانش من الانتيرو ديفيجن اوف ذا انترنال الياك ارتري، وده مين وان اوف ذا مين بلاد سبلاي للميديال سايد اوف ذا ساي، وان اوف ذا مين وبيدي برانش اللي هو الاستابولار برانش، وان اوف ذا مين ارتريز اللي بتدي بلاد سبلاي للهيب جوينت، وبتدي بلاد سبلاي للهيد اوف ذا